انتقد مرشحون للرئاسة الموريتانية اتهامات بالفساد وجهها إليهم الحاكم العسكري المستقيل الجنرال محمد ولد عبد العزيز، كما اتهم هؤلاء الجنرال باستخدام وسائل الدولة في حملته الانتخابية، وهدد بعضهم باللجوء إلى القضاء للاستفسار والبت في معلومات حول الفساد. قال ولد عبد العزيز إنها بحوزته. التفاصيل في تقرير موفدنا إلى موريتانيا عبد الرحيم الفارسي. الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي أطاح قبل نحو عام بالرئيس محمد ولد الشيخ عبد الله اتهم منافسيه في الانتخابات الرئاسية بالفساد، وقال إنه ممسك بوثائق تدينهم في مخالفات، من بينها تحويل أموال عامة لصالحهم من داخل البرلمان، والاستحواذ بتعاون مع بعض كبار التجار على أموال من البنك المركزي. لكن المعارضة تقول إنه يصف منافسيه بما فيه هو المفسد. هو رأى فقط أن هذا الشعار ربما شعارا مغريا، لكنه الحقيقة صفة الفساد، ومن يمارس الفساد ومن كان يحرص الفساد هو محمد بن عبد العزيز. الشارع الموريتاني منقسم أيضا حول من يستحق صفة الفاسد من المصلح. بصبر واهتمام تدور عجلة أيام ناجي ولد محمد في السوق المركزي للعاصمة. دخله اليومي محدود وأمله معلق على الجنرال. لقد أظهر ولد عبد العزيز خلال فترة حكمه أنه المرشح الأفضل لقيادة البلاد. ومثلما قسم ولد عبد العزيز النخبة السياسية عقب الانقلاب، ما زال يقسم الشارع حول وعوده. أنا أشك في قدرة ولد عبد العزيز على محاربة الفساد، لأنه كان حاضرا أيام كان الفساد موجود. هو كان يد معاوية الحديدية اللي كان يضرب بها الناس المطالبة بالديمقراطية. ووسط ألوان مشهد سياسي مزركش يغرق المواطن الموريتاني في موجة شعارات بانتظار التغيير الحقيقي الذي ينشده. عبد الرحيم الفارسي، بي بي سي، نواكشوط.